تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموانئ والنقل البحري محور مباحثاتنا الثلاثاء برباط بين وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزيرة البحر البرتغالية. ناقشنا محورين هامين. يتعلق الأول بمخطط عمل لتفعيل اتفاق وقعناه في السابق ويتضمن مجموعة من الإجراءات اتفقنا على تفعيلها في أقرب الأجال، ويشمل التعاون مجال الصيد البحري والموانئ. أما المحور الثاني فيهم البحث عن فرص تمكننا من إحداث خطوط بحرية بين الموانئ المغربية والبرتغالية خدمة لمصالح المسافرين والسياح والتجارة بين البلدين على العموم. خلال هذا الاجتماع بحث المسؤولان أيضا سبل تفعيل اتفاق وقع بين البلدين في مجال الموانئ، وذلك بناء على العلاقات التاريخية والاقتصادية بينهما. أعتقد أن إرثنا الثقافي والحضاري المشترك من شأنه الدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، لأن العلاقة الاقتصادية هي ما يدعم العلاقة الثقافية والسياسية، وهذا مجمل ما ناقشناه خلال هذا الاجتماع. هذا اللقاء يأتي على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول البرتغالي سيد أنطونيو كوستا على رأس وفد هام يضم وزراء ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين.